انت جاي هنا ليش؟ دي مقابلة يا شيخ مساعد. على العموم انا مش جاي لك انت، انا جاي لصاحبي منصور. اهلا بوجود. ده لو طلع هو. اقلع جزمة. نعم اخويا. ايه جاي تمدني؟ طب مش قالع اخليهم يقلعوك؟ بشوف اخرتها ايه معاك. الشمال. معلش انا هعرف شغلي مع اللي بلغني. نورت يا جودة. الشيخ مساعد. ايش اللي جابك الحين؟ الحمد لله انا شفت ابو جودة داخل قلت انتهى امرك. قول للشيخ مساعد انا ابقى مين. كلامي صح؟ صدقتني دلوقتي؟ ها هو فين؟ قولي ما جبتوش معاك ليه؟ لازم قتلته. كنت خليته لغايه ما يرجعه منصور. انا عايزه منصور. صح قبلين الساعه 6 بالظبط في المكان زد. ليه؟ لما تيجي هتعرفي. يا شيخ مساعد يرجع ولدي منصور الاول. بوي اسكتي. يا شيخ مساعد انا لازم ارجع قسما بالله. مسيبك الا بعد ما يجيبوا لي ابني.